الذهب مرتبط بالبورصه العالميه، ان هو سعره سعر البورصه العالميه. طيب احنا اللي بيحدد سعر الذهب حاجتين، اول حاجه سعر الدولار، علشان الاونصه لما بينزل سعرها في البورصه بتنزل بالدولار، عشان نحولها لازم نلتزم بسعر الجنيه بالمقابل لسعر الدولار. لما سعر الدولار بيزيد اوتوماتيكلي لازم سعر الذهب يزيد. وتاني حاجه العرض والطلب على السلعه نفسها عالميا اللي هي الذهب. فكره الذهب سعره هيزيد ولا هيقل صعب جدا ان حد يقول او يتنبأ بسعر ده بيزيد ولا هيقل، بس بيبقى فيه مؤشرات. اللي بيشتري بيشتري جنيهات وسبائك، النظر ان احنا في العيد ودايما الجوازات والشبكات مقترنه بالعيد، فبيبقى فيه طبعا شراء شبكات. العيد المره دي كان اكتره سبائك وجنيهات. سعر الذهب طلع حوالي 300 جنيه من في خلال تقريبا شهرين تقريبا، طلع في اول مره بعد التعويم الاولاني اللي حصل في شهر مارس، طلع من 870 جنيه وطلع لغايه 1000 جنيه 1100 جنيه، النهارده ب 1250 جنيه. هو طبعا تاثر كتير بالنسبه للحروب والبورصه والحاجات دي، فالذهب زايد كتير مش شويه. وبالنسبه لسعر الدولار بيعلي سعر الذهب، والبورصه كمان بتعلى، وحركه اتجاه البيع بتقل شويه، بتتجه لحاجه معينه مش لمشغولات بالنسبه لسبائك جنيهات. سعر الذهب عالميا اقل من السعر في مصر، ما احنا بنقول ان هو سعر الذهب عالميا لما بيتحسب على الدولار ب 23 ارتفاع في مصر، ارتفاع غير عادي. يعني التجار الكبيره اللي هي بتاخد الامر ان هي بتدي لك السوق او بتتعامل بالسوق على الدولار، هي اللي وقفت الكلام ده. ما هو مش عارف يبيع لك ايه، ما انا عشان ابيع 10 جرام لازم اشتري ال 10 جرام. طب انا عايز اشتري، معايا فلوس عايز اشتري منين؟ ما هو فيش، ما واقف، ما هو مش هيبيع لي ولا هيشتري لي. حتى الشركة اللي هي بتاع السبائك والجنيهات وقفت برضه من قبل العيد بثلاث أربع أيام، يعني مفيش لا جنيه ولا سبائك ولا في السوق حاجة.